أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يسعدني جداً أن أشارككم أيها الأخوة والأخوات هذا المهرجان، وإن كنت مع الاعتذار قد يكون صوتي مبحوح من الإنفلونزا، لكن يجب أن نقف جميعاً شيوخاً كباراً وصغاراً نساءً ورجالاً مع هذا الملف، لأنه ملف الجميع. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. وجودكم اليوم في هذا المكان هو موقف، وحضوركم في هذا المكان بالذات هو موقف، موقف رافض لأكبر سرقة لأراضي المملكة في تاريخ البحرين، موقف رافض لأكبر فضيحة ما زالت تهز البحرين، موقف رافض لسرقة الأراضي التي بلغت كحد أدنى أكثر من 65 كيلومتر مربع، وبمعيار التقييم كحد أدنى أيضاً بلغت قيمتها 15 مليار دينار، وربية دينار. تقول الحكومة لا توجد تعديات، وأن 65 كيلومتر مربع هو رقم مبالغ فيه، إنما التعديات بلغت 23 كيلومتر مربع. من فمك ودينك. تقرير اللجنة الوزارية فيه مغالطات كبيرة، وفيه مصطلحات جديدة، لكن أيضاً فيه اعترافات من اللجنة الوزارية بالتعديات. وقفات قصيرة مع تقرير اللجنة الوزارية الذي صادقت عليه الحكومة الموقرة، تقول لا، لم تصل التعديات إلى 65 كيلومتر مربع، يعني في تعديات لكنها لم تصل إلى 65 كيلومتر مربع. أيها الأخوة والأخوات، اسمعوا بعض المقتطفات من تقرير اللجنة الوزارية ثم احكموا. تقرير اللجنة الوزارية اعترف أن أكبر عقارين يقعان غرب المدينة الشمالية في الدراز، رقم العقار 260 الأول، مساحته 20 كيلومتر مربع، والعقار الثاني 261 مساحته 15 كيلومتر مربع، هذين العقارين فقط 35 كيلومتر مربع. اعترفت اللجنة الوزارية أن وقع التعدي عليهم، لكنها طالبت بتجميد العمل بهم. أنا ما أدري يا أخوان يا أخوات ما معنى تجميد العمل بالعقارات، وهذه نصف المساحة، نصف 65 التي تحدثنا عنها. بعد هناك اعترافات، اعترفت اللجنة الوزارية بالتعدي على عقار مدينة عوالي، مدينة عوالي مساحتها 3.5 كيلومتر، اللجنة الوزارية فعلا اعترفت بالعقار أن هناك تعدي وقع على مدينة عوالي بمساحة 380 ألف متر مربع،
اقتطعت هذه المساحة من مدينة عوالي، أعطيت لمن؟ لأسر فقيرة؟ اقتطعت هذه المساحة أيها الأخوة والأخوات وأعطيت لمجلس العائلة الحاكمة. لماذا؟ المضحك المبكي لمشروع إسكاني. اللجنة الوزارية اعترفت بالفم المليان وبخط اليد أن هناك فعلا تعدي وقع على منطقة الاستكشاف في الرفاع. هناك منطقة استكشافات للنفط كانت عند شركة بابكو في عوالي، ثم انتقلت هذه المساحة بأكملها إلى رفاع فيوز. لمن هذه الشركة؟ مساحة بأكملها في منطقة الاستكشافات انتقلت ملكيتها من ملكية دولة إلى ملكية شركة خاصة رفاع فيوز. هذه اعترافات اللجنة الوزارية ومكتوب في التقرير ما قلته. كم تبلغ مساحة هذه الاعترافات فقط؟ عليكم الجمع. تقول الحكومة في تصريحاتها المبعثرة لا 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 لم تصل التعديات إلى 15 مليار. يمكن سماحة الشيخ علي سلمان قال 25 مليار دينار. أنا في تقييمي طرحت أن قيمة هذه التعديات كلها بلغت 15 مليار دينار. حكومة تقول لا 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 لا، على أي معايير قدرتون أن هذه العقارات تبلغ 15 مليار؟ ونقول يا أخوان أوكي، مو 15 مليار دينار، وليست 15 مليون دينار، وليست 15 دينار، وليست 15 فلس، لكن نقول رجعوها. إذا هي ما تسوى شيء رجعوها يا حكومة. هاي مو صوت الجماهير، رجعوها يا حكومة. إذا كانت في نظركم وفي عيونكم وفي تقييمكم لا تساوي 15 فلسا رجعوها يا حكومة. نعم نصر أنها 15 مليار دينار، ليست من عندي، أرقام أخذناها من شركة دي تي زد اللي بعدها الحكومة ضغطت عليها وخلتها تطلع تصريح ضد تصريح اللجنة الوزارية.